وصلت وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وشباب الجامعات بمقر أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي. استمرارا لدور وزارة الداخلية في رفع الوعي المجتمعي للتصدي للشائعات والأفكار الهدامة، نظمت أكاديمية الشرطة ورشتي العمل التدريبيتين الموجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والكوادر الإدارية بمجلسي النواب والشيوخ ووزارتي التعليم والبحث العلمي والأوقاف، تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين. ورش عمل فيها تنوع في كافة المجالات، الهدف منها هو تحصين الشباب من أي معلومات مغلوطة ممكن أن يتعرضوا ليها. المهم إن إحنا نوعي شبابنا بأنه هناك دائما يعني حل لكل مشكلة، إن مصر باقية منذ آلاف السنين وتعبر الأزمات دائما، ومرينا بأزمات عديدة، إلا أنه في الفترة الحالية هناك تحديات كبيرة جدا بنشرحها لأولادنا. استفدنا وعرفنا إيه المخططات اللي بتحدد الدولة، وده بيزود وعينا أكتر. الورشة مفيدة جدا بصراحة، بتوعي الشباب وبتزود الوعي عندنا وبتخلينا ما نصدقش أي إشاعة بتتقال لنا. تناولت ورشة العمل تطور مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل لتقسيمها بالإرهاب والشائعات والحروب النفسية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام. إزاي إن أنا طول الوقت أقول لك أخبار تحبطك، أقول لك أخبار مش حقيقية، أقول لك خبر حقيقي في ظل 30 خبر مش حقيقي علشان أجذبك ليا. إذن علينا إن إحنا نبني أجيال عندها وعي، أجيال عندها انتماء، علشان ما تكونش في يوم جيش عدوها. هذه الورشة فعلاً أثيرت فيها أفكار جميلة جداً قد تكون بعيدة في وقت من الأوقات عن فكر المواطن المصري. من الممتاز جداً أن احنا نشاهد الآن يعني أناس متخصصين في هذا المجال، في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في خدمة المجتمع. سعادتي للمحتوى اللي بتقدمه ورشة العمل ده بشكل عام، وبشكل خاص كوني واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني بشكر مركز البحوث على توفير وسائل الإتاحة وتحقيق مفهوم الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وده مش جديد على وزارة الداخلية. دورة مفيدة جدا، وكانت يعني استفدنا كذا حاجة، عرفنا كذا معلومة جديدة ما كناش نعرفها. نشكر وزارة الداخلية على استضافتها للشباب، وقد إيه مهتمين إن يبقى في دور توعية كبير للشباب، وإن إحنا نقدر من المعلومات والخبرات اللي إحنا خدناها في الدورة التدريبية هنا في الأكاديمية لأصدقائنا في الكيانات الشبابية والحملات الشبابية تبع لوزارة الشباب والرياضة. تطرقت ورشة العمل إلى استعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات والإنجازات التي تتحقق لبناء الجمهورية الجديدة، مع أهمية نشر الوعي للحفاظ على الإنجازات والتصدي لكل من يحاول التشكيك في الثوابت الوطنية. إن معركة الوعي التي تقوم بها أكاديمية الشرطة معركة فاصلة، نستطيع من خلالها أن نبين للناس الصحيحة الذي ينبغي أن نسلكه، وأن نبين لهم كذلك هذه المخططات الإجرامية البغيضة التي تريد النيل من الوطن. البرنامج الحقيقة أكثر من رائع، برنامج متكامل في بعض الموضوعات اللي بشيد بها الحقيقة لأول مرة أحضر موضوعاتها، زي موضوع إدارة الحشود، موضوع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. الحقيقة الموضوعات دي قدموها مجموعة المحاضرين في هذا البرنامج بشكل متكامل. ناس كتيرة بتبقى مش عارفة، بتقول شائعات مغلوطة ومعلومات مغلوطة بتأثر علينا وعلى نفسيتنا، فلما شاب يجي هنا ويعرف الكلام ده طبعا بيبقى حاجة كويسة وحاجة بتضيف للبلد وبتبني، واحنا عايزين نبني من الشباب طبعا. يأتي تنظيم هذه الورش التدريبية في إطار سلسلة ورش العمل التي تنظمها وزارة الداخلية، واستمرارا للدور الرائد الذي تطلع به لرفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات والأفكار المتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الأوطان.